طيب رح نحكي عن الاي بي فيرجن 6. الاي بي فيرجن 6 اجى ليحل مكان او ليحل مشكلية نقص الاي بيات في فيرجن 4. فحلول الشورتجز بالاي بي فيرجن 4 كانت حلين سريعات، البرايفت اي بيز والناتنج، عفوا البرايفت اي بيز والسبنيتنج. الحل الثالث اللي هو ايجاد بروتوكول جديد بيعالج مشاكل الاي بي فيرجن 4 واللي هو الاي بي فيرجن 6. الاي بي فيرجن 6 بروتوكول جديد غير متوافق مع الاي بي فيرجن 4، مختلف تماما يعني. وشفنا سابقا بمحاضره سابقه انه الهيدرز مختلفين، تكوينه الهيدرز بين الاي بي فيرجن 4 مختلفه عن تكوينه هيدر اي بي فيرجن 6. زائد انه اصلا تكوينه الادرس فيرجن 4 مختلفه تماما عن الادرس الموجود في فيرجن 6. ادرس فيرجن 4 كان من 32 بت، الادرس في فيرجن 6 من 128 بت، وهذا بيتيح لي عدد خرافي من الاي بيات في فيرجن 6، 340 انديسيليون، 340 ضرب 10 قوة 36، يعني 340 متبوعة ب 36 صفر، رقم خيالي. يعني اي بيات فيرجن 4 10 قوة 27، اي بيات فيرجن 6 اي بيات فيرجن 6 10 قوة 27، اي بيات فيرجن 4. بيمتاز الاي بي فيرجن 6 انه ما في بعض المزايا مختلفة عن الاي بي فيرجن 4، منها مثلا ما في كلاسز، كلاس اي بي سي مش موجودة، ما في برودكاست ادرس اول وانز اللي كان 255 255 255 255 او الدايركت برودكاست لكل شبكة اللي كان موجود بفيرجن 4 مش موجود، ما في فكرة البرودكاست بفيرجن 6. لكن فكرة المالتي كاست انه ارسل ارسالية لمجموعة ستيل موجودة. بالاضافة اوجدوا يعني وطبقوا فكرة الاري كاست انه ارسل ارسالية لاي بي، وهذا الاي بي يعني ما ياخذوا اكثر من جهاز او اكثر من هوست او اكثر من انترفيس الاصح نحكي. فممكن يكون هون بالاي بي فيرجن 6 عندي اكثر من انترفيس ما ياخذ نفس الاي بي ادرس، زي ما يكون عندي مثلا بدل، وهو بستفيد بدل ما اعرف بهاي الفكره يعني كاست، بدل ما اعرف ان البي سي فرضا دي ان اس 1 ودي ان اس 2 بي اي بي تين مختلفات، انا بعرف اي بي معين للدي ان اس، وهذا الاي بي معطى للسيرفر الاول والثاني والثالث دي ان اس، يعني يكون عندي ثلاث سيرفرات ماخذين نفس الاي بي ادرس بيدوا لي نفس الخدمه كمثال تطبيقي على الاني كاست. بيمتاز الاي بي فيرجن 6 انه باورفل راوتينج، انه الشبكات اللي جاي جنب بعض، يعني مثلا عندي انا خمس شبكات بالشركه فمتسلسلين متتاليين الشبكات، فبالتالي بسهل علي السمرايزيشن. الاي بي فيرجن 6 يعني اسهم كثير. تفضل يزيد. لانه بدك ترجع تكمل لنا مثلا انه كيف بستعيد عن انه البرودكاست مثلا لما يكون ما عنده، راح اجي احكي فيها كمان شوي. انا بدي اعيد لانه انطلب انه اعيد من البدايه. فالاي بي فيرجن 6 بيستخدم بشكل واسع لانترنت الاشياء، انترنت اوف ثينكس، كونه هاي اليوم مع وجود انترنت الاشياء صار في عدد نقاط هائل جدا ممكن تبعت داتا او تستقبل داتا. فممكن يكون اي جماد، يعني كرسي، طاوله، باب عليه سنسور اون ولا اوف، كلها صار يرسل ويستقبل داتا. غلايه مي، غلايه قهوه، ثلاجه، هاي الثينجز صارت يعني تقدر تشبكها على النتورك وايرلس فرضا او بكيبل وات ايفر، وصير تحكي او تستقبل داتا. وهالجماد صار يحكي، هاي انترنت اوف ثينجز، فكون عندي انترنت الاشياء، فصار عندي نقاط واسعه جدا 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 راح تستخدم النتورك وكلها ادرسز، وادرسز جلوبال، يعني خلينا زي ما كنا نسميها بابليك ادرس، بقدر اتخاطب مع هاي الاجهزه ريموتلي ومن خلال الانترنت باريحيه. زمان كان موجود بالفيرجن 4 لكن بدك تعمل بتحول من البرايفت لبابليك وتعمل ناتنج وهي الاشياء. اليوم لا، بدون هاي بدون الناتنج ما في داعي للناتنج بالفيرجن 6.
على اساس احول من برايفت لبابليك. فاسهل كثير بتطبيق انترنت الاشياء وتطبيقات واسعه بمختلف المجالات، منها سمارت سيتيز، سمارت فارمز، مثلا بسموها سمارت هيلث. تخيل مثلا يكون اشاره امبالانس مشبوك على النتورك، وحتى هو يتحرك يعني برا مثلا المستشفى، هو يتحرك بالشارع مشبوك على النتورك واي فاي، مثلا بابليك واي فاي او 4G، واشاره مرور برضه مشبوكه، فيمكن التحكم يعني بالانس شايل حاله طارئه، اشاره المرور تصير تفتح تحرك الترافيك السير اللي قدامها حيث تعطي مجال للبالانس يمر، يكون لما يقرب البالانس يكون فرق الطوارئ مستعده تستقبل المريض بحاله طارئه، وصلهم اخبار يعني الامبولانس باللوكيشن بتاعته وصل على المستشفى مباشره، فرق الطوارئ جاهزه، حتى المريض عنده مثلا سنسور لدقات القلب، الحراره، ما الى ذلك، مباشره لما صار وضعه خطير بدون ما يرن اوتوماتيكلي طلع السيجنال الامبولانس، وكان كل هذه الاجراءات تمت. هاي سمارت هيلث مع سمارت سيتي، فهي تطبيقات احنا بنشوفها خياليه بس موجوده بكثير اماكن. سمارت باركينج، عندي موقف فيه آلاف السيارات، فده كل باركينج سلوت أو يعني مكان للباركينج في عليه سنسور بيشوف إنه فاضي أو مليان، وتقدر تتحكم فيها ريموت لوين السيارات. تخيل عندك ألف، أنا مثلا معي سيارة وعندي فايت على باركينج كبير مش عارف وين بدي أصرف، فتطلع الإشارات وين في أشياء فاضية وين الأشياء اللي مفللة. هاي التطبيقات اسمها إنترنت أوف ثينجز واسع جدا جدا جدا. فهي الأجهزة لها أي بيس، الاي بي فيرجنسي، عشان هيك في عدد هائل من الاي بي. ما بنقيس هو كل شخص بده اي بي، لا، هي الشخص الواحد يعني اذا بنقيس قديش عنده اجهزه ويكون كلها كونكتد ثرو النتورك، ف بيلزم يكون عدد كبير جدا من الاي بيات، وهذا اللي بوفر ريال اي بي فيرجنسي. حكينا الناتج مش موجود بالاي بي فيرجنسي، لكن هو موجود لتطبيق فكره الكو اكزيستنس. تفضل. اي سؤال؟ لا لا لا. فالناتج موجود لربط الشبكات الفيرجن 4 انها تصير تتخاطب مع شبكات فيرجن 6 والعكس صحيح. فموجود النات، واحده من الحلول بنسميها الكو اكزيستنس، اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6. واحده من الحلول انها تعمل ترانزليشن باستخدام النات 6 4. طرق اخرى على الكو اكزيستنس انه التانلينج والديوال ستاك. بهاي الطرق مثلا ديوال ستاك بيكون عندي الاجهزه زي الراوتر او البي سيز او السيرفرز، كل من هاي الاجهزه يدعم تو بروتوكولز، الاي بي فيرجن 4 ويدعم اي بي فيرجن 6. يعني هذا الراوتر مكنفق الانترفيسز عليه يمين وشمال، كل واحد فيهم مكنفق اي بي فيرجن 4 مكنفق اي بي فيرجن 6 ادرسز. البي سيز عليهم اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 نفس الشيء، فممكن يتخاطب مع بعض فيرجن 4 او يتخاطب مع بعض فيرجن 6. اذا كل هاي الاجهزه عليها دول ستاك، هاي سيناريو من السيناريوهات الموجوده. واحد من الحلول ل المزج بين الشبكتين او البروتوكولين. فتخيل هذا عليه فيرجن 4 فيرجن 6، وهذا عليه فيرجن 4 فيرجن 6، وهاي الانترفيس عليه فيرجن 4 فيرجن 6، بينما فرضا هاي فقط فيرجن 4، هذا البي سي مع الراوتر. هاي الاجهزه اللي على اليمين تقدر تخاطب باريحيه مع الجهاز على الشمال، كونه عندهم بوث بروتوكولز فيرجن 4 وفيرجن 6، فيستخدموا التخاطب مع فيرجن 4. هاي مثلا حل من الحلول، لكن مش كل الدنيا هيك. ممكن يكون عندي مثلا وضعيه اخرى، يكون راوتر يصل بين شبكه فيرجن 4 وشبكه فيرجن 6، فالداتا اللي طالع من بي سي 1 باتجاه بي سي 2، البي سي 1 بفيرجن 6، الباكت اللي طلعت عليها هيدر فيرجن 6 سورس فيرجن 6 ادرس وديستنيشن فيرجن 6 ادرس. لما وصلت على الراوتر، الراوتر بيعمل ترانزليشن بشيل الهيدر فيرجن 6 بحط مكانه فيرجن 4 عشان كونها رايحه لفيرجن 4. والعناوين المقابله لكل في لكل فيرجن 6 ادرس له مقابله فيرجن 4 ادرس. يعني هذا البي سي عند الراوتر له فيرجن 6 ادرس مقابله مابنج عامل فيرجن 4 ادرس. ونفس الشيء بالنسبه للبي سي 2 له اي بي ادرس فيرجن 4 عند الراوتر، برضه له عنده فيرجن 6. فبهيك بيعمل بابينج لما تحول الباكيت من فيرجن 6 الى فيرجن 4، بتشيل الهيدر وتحط عناوين لفيرجن 4
السورس ماك اد سورس اي بي فيرجن 4 ادرس تبع بي سي 1 والديستنيشن تبع بي سي 2 فيرجن 4. والعكس صحيح لما تنتقل الداتا من فيرجن 4 لفيرجن 6 الراوتر مكنفج يعمل نات 64 ومن ضمن الكونفيجريشن تحدد العناوين لكل جهاز بي سي 1 فيرجن عنواني فيرجن 4 فيرجن 6 وبي سي 2 فيرجن 4 فيرجن 6 ادرسز. هذا وضعيه. في وضعيه اخرى بس بس قبل ما نروح على الثالثة بس هل الراوتر بيكون في عليه يعني من كل جهة بي سي بيكون في عليه زي انترفيسز للاي بي في 6 والاي بي في 4؟ لا هاي بيكون دول ستاك. الراوتر عليه بروتوكولين من على كل انترفيس دول ستاك. وهنا سيناريو اخر الراوتر مكنفق هاي الانترفيس فيرجن 6 ومكنفق الانترفيس الاخر كفيرجن 4 يعني انترفيس تاعته مع الاجهزة اللي هو كلهم بفيرجن 6 انترفيس تاعته ومع الاجهزه اللي هون كلهم بفيرجن 4 يعني احنا بنعطي الكونفيجريشن مره للفور مره للسكس صح؟ اه لانه يعني الراوتر بدوس على شبكه فيرجن 4 فالانترفيس تاعته بتكون فيرجن 4 ونفس الشيء بالنسبه للفيرجن 6 هو هتكون انترفيسته ماخذ اي بي ادرس من فيرجن 6 فهو يصل بين فيرجن 4 وبين فيرجن 6 اللي هي الناتنج اللي بيشتغل بروتوكول النات صح؟ بدي اكنفج عليه نات هو ليس بروتوكول خلينا نحكي كونفيجريشن اكنفج النات او تك طريقه اسمها نات 64 للمزج بين الشبكتين فالترافيك اللي جاي من فيرجن 6 الى 4 بنعمل له ناتنج بروتوكول بتغير الهيدر وتغير كل التفاصيل اللي فيه والعكس صحيح لما تيجي من 4 لفيرجن 6 بتغير الهيدر من فيرجن 4 الى فيرجن 6 مع وجود كونفيجريشن متعلق بالعناوين بي سي 1 مكنفج عند راوتر 1 بي 2 ادرسز يعني بالنسبه له مش مكنفج يعني ضمن الكونفيجريشن بحكي للراوتر يا راوتر ترى هذا الاي بي فيرجن 6 يقابله هذا الاي بي فيرجن 4 النات هون بيشتغل شغله ايوه النات نسميها هاي اسمها تحديدا نات 64 ما نخربط بالنات راح نحكي فيها للفيرجن 4 فقط راح نيجي نحكي لاحقا بالكورس عن نات وبات اللي بتحكي عن تغيير الادرس على فيرجن 4 يعني بكون فيرجن 4 بضل فيرجن 4 النات بيحول من 4 ل 6 او لا. من 6 ل 4 لا 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 النات يعني ما لما وجد فكره النات بالزمنات تم ايجادها عشان يعمل ترانزليشن للادرس يغير الادرس تبع فيرجن 4 مثلا 4 عشرات يصبح مثلا 200.5.5.5 شوفي كل الادرسين كل العنوانين من نفس فيرجن 4 هيك اوجدوا النات بالزمنات لكن قالوا اوكي بدنا لما طلع فيرجن 6 وقالوا اوكي شو اللي ممكن تتعرض له حكى ممكن يتعرض لهيك حاله شبكه يمين فيرجن 4 شبكه شمال فيرجن 6 فكيف يحكوا مع بعض قالوا اوكي بنعمل شيء اسمه نات 64 اوكي اللي حكينا بتفاصيله فالنات مش دائما 6 فيرجن 6 فيرجن 4 او بالعكس لا النات هي الاساس تبع مش لهي الغرض زائد خلينا نوضح معلش زائد النات العاديه مختلف تماما عن النات 64 يعني مختلف تماما تماما بالاداء وبالاوبريشن تاعتها هي مش نفس اللي في وحده بالنات بتشتغل بلاير النتورك لا انسى اي لاير مالنا علاقه خلي مالنا علاقه بس خلينا نركز هو النقطة إنه النات العادية اللي بنشرحها بعدين بالأوبريشن بأدائها تشغيليا وكونفيجريشن تاعها مختلف تماما عن النات 64 خلص تمام عشان هذيك بسموها نات أدرس يعني نتورك أدرس ترانزليشن هذيك وهي بيصنفوها بروتوكول ترانزليشن بتاعت النات 64 بتغير من بروتوكول لبروتوكول مش نفس اللي يعني مش موضوع نغير جوا الهيدر قيمه زي ما النات العاديه هاي لا بالنات 64 بشيل الهيدر وبركب هيدر جديد شيل فيرجن 6 هيدر بركب فيرجن 4 هيدر او العكس تمام اوكي بينما بالنات العاديه الهيدر نفسه بيضل لكن جواته قيمه مثلا سورس ادرس بغير هاي القيمة بشيل رقم من الرقم هذا من رقم لرقم آخر النات العادية
ايش الهيدر بضل زي ما هو، بس ايش اللي بغيره؟ مثلا السورس ادرس بدل ما هو اربع عشرات بخليه مثلا 200.5.5.5. بس بغيت السورس ادرس او ديستنيشن، المهم ادرس المكتوبات على الهيدر حسب شو الباث تاعه، حسب شو بدي اعمل، بدك تغير السورس والديستنيشن حسب فولت. اوكي طيب، الطريقه الثالثه اسمها تانلينج. التانلينج هي فكره واسعه جدا بالنتورك تكنولوجي ولها استخدامات واسعه، منها نركز من ضمن استخداماتها عشان فيرجن 6 وفيرجن 4. راح نشوف لاحقا بالكورس لما يجي نحكي عن في بي ان، برضه بنيجي نحكي عن التانل، اني ابني التانل هون، التانل فكره التانل تبني جسر اوفرلي بنسميه علوي، هي الجسر علوي بين جزيره وجزيره، بين هاي الجزيره وهاي الجزيره، بينهما بحر مثلا فيرجن 4. بهاي الحاله انا عندي جزيره فيرجن 6 وجزيره اخرى فيرجن 6 بينهما بحر فيرجن 4، فانا بنيت بينها الجزيرتين. تخيلوا هيك يعني جزيره بالبحر وجزيره بالبحر، بنينا جسر يصل بين الجزيرتين. فهل عشان اطلع من الجزيره الاولى للجزيره الثانيه في داي اركب بسفينه؟ لا، بالسياره اللي هي فيرجن 6 اللي ماشيه على الجزيره. تخيل هيك سياره ماشيه على الجزيره وهي السياره هي فيرجن 6 بتروح الجزيرة الأخرى، المفروض يمشي بالبحر، السيارة ما تمشي بالبحر، فمركبها بسفينة المفروض هيك يعني. أما لما أبني جسر علوي بين الجزيرتين، السيارة اللي بتمشي جوا الجزيرة الأولى بتروح الجزيرة الثانية، بتستخدم الجسر لما توصل الجزيرة الثانية بأريحية بدون ما أغير بالتشكيلات. بالفي بي إن نفس الفكرة، عندي مثلا فرع بعمان، فرع بالعقبة، فرع وشابك بينهم شبكة الإنترنت، بحر الإنترنت. في الجزيرة بعمان مع الجزيرة العقبة ببني في خلال الانترنت تنل، بصير السيارة اللي بجزيرة عمان تطلع على هالجسر لما توصل لجزيرة العقبة. هاي راح مثلا تنل، لكن مش عشان اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6، عشان اعمل تنل جوا شبكة الانترنت توصل بين فرعين. فموضوع التنلينج فكرك إلها تطبيقات واسعة جدا، وهي هي فكرتها من هون العام، الفكرة العامة اللي فيها. أنا بدي أبني تنل وطرفها الأول نازل بـ R1 وطرفها الآخر نازل بـ R2. باجي بكنفك R1 بتنل، بقول له يا R1 نعمل عندك تنل IP2 هيك 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 هيك، والطرف الآخر للتنل عند R2. خلص من R1 بروح أعمل عند R2 نفس الشيء، يا R2 ننشئ عندك تنل IP هيك 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 وتنتهي ب R1. طبعا اي بي التنل كان مشبوك على فيرجن 4، يكون فيرجن 4 ادرس لها، ادرس فيرجن 4 من جهه R1 من جهه R2، لان هي اصلا الداتا راح تطلع جوا فيرجن 4. فشو بيصير؟ الباكيت فيرجن 6 اللي جاي عند R1 راح تفوت جوا التنل، فبنركب الباكيت جوا باكيت، الباكيت فيرجن 6 تصبح كانها داتا، راح نركب عليها هيدر فيرجن 4 ونبعثها باتجاه R2 من R1 الى R2، تمشي بالبحر اللي هو فيرجن 4. بالنسبه له فيرجن 4 هي باكيت، لها سورس ادرس ديستنيشن ادرس، ما بيهتم شو جواتها. الراوترات اللي هون بهاي المنطقه ما بتهتم شو جواتها، بتصير ترد هاي الباكيت باتجاه الديستنيشن ادرس باتجاه R2، بتمر من راوتر لراوتر لراوتر لما توصل R2. R2 بيحكي انت جيت يا باكيت من جوا تنل، فبالتالي هذا الغلاف الخارجي بشيله بخلي برجع الباكيت الاصليه اللي هي جايه من عنوان فيرجن 6 الى عنوان فيرجن 6 بهاي الشبكه اللي عندي، بيرسلها باتجاه شبكه فيرجن 6. فهربنا الباكيت جوا باكيت. هاي هي التنل. في اسئله؟ نروح نكست. اي فكره من الافكار بدك، عندك مشكله؟ التنل، التنل فيرجن 6 عنوانها مثلا خلينا نحكي اي بي سي دي اكس واي زد، فرضا جاي هاي من الشبكه البي سي 1 بتروح للشبكه الاخرى اللي فيها بي سي 2، جاي من قلنا اي بي سي دي اكس واي زد ورايحه الى اكس واي زد اي بي سي اللي هو هاي عناوين حكيتها فيرجن 6. لما تمر على خلينا نفترض جدلا هيك، راح يفرضها ار 1 باتجاه هاي الشبكه. الراوتر اللي مش شايفينه هون جوا هاي الغيمه، في راوترات الغيمه مكون من راوترات، بس كيف تفصيل الراوترات بالغيمه مش فاهمين، ما بيهمنا، لكن راح تتفرود من خلال راوترات باتجاه R2.
خلينا نيجي عند اول راوتر بفيرجن 4. وبالنسبه له هاي الداتا لها هيدر، هيدره غريب، تكوينة الهيدر بالنسبه له غريب لانه هو مش متعود على فيرجن 6 هيدر، هو بيعرف فيرجن 4 هيدر، اما فيرجن 6 هيدر بالنسبه طلاسم. فالاي بي سي اكس واي زد بالنسبه له شو هاي طلاسم، مش شايف انه هذا ما بيعرفه. فاذا الباكج فيرجن 6 مش راح تمر بفيرجن 4 نتورك، متفقين على هاي النقطه. مهندس بس قطعة بسيطة، هلا هو اوكي ما راح تمر الا في حالة اذا كان الراوتر تبع اللي جوا التنز هذا اللي هو الفيرجن 4 كان محطوط عليه النات 64. لا وقتها بكون بقرا بيقدر يعمل لا. لا 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 الراوتر الاول اللي بدك هذا الراوتر مثلا هذا عليه نات 64. لا انا بحكي على الكلاود اللي جوا التنز. اه الكلاود مش راوتر، راوترات يعني تخيل سبع راوترات ورا بعض هون بالغيمه بالغيمه اسمعني آه. في سبع راوترات ورا بعض باتجاه ار2، فهي الراوترات هي بحكي لك كلها، هي شايف الغيمه بحكي لك كل النتورك اللي جوا اي بي فيرجن 4 اونلي، فقط فيرجن 4. تمام مهندس انا معك، انا بقول لك هالراوترات الفيرجن 4 اللي جوا الغيمه هلا هي تجيها البروتوكول بتجيها الباكيت على اساس انها بشو اسمه او الداتا بتجيها على انها فيرجن 6 هي ما بس تفهمها في حاله واحده اذا كان محطوط على الراوترات اللي جوا التنل مكان فجاه انه يكون في عليها نات 64. يا لو افترضنا هذا الراوتر هي جوا هون هون بهي من شماله خليك شماله شو بكون فيرجن 6 ولا فيرجن 4؟ 6. طب هون شو اللي حاطين هي الراوتر شو شماله؟ 6. طيب يا سيدي اوكي نفترض هذا فيرجن 6 هذا يعملنا تمام ماشي نفترض انه هذا الراوتر واصل هون مش فيرجن 4 بحط هون بحط الراوتر هون لانه الغيمه كلها فيرجن 4 بقول لك ما في فيرجن 6 لما تجي لي تحكي لي الراوتر شماله فيرجن 6 لا هو مش فيرجن 4 اونلي بقول لك هو فقط فيرجن 4 اونلي فحطينا الراوتر هي هون اوكي نحطه برا الغيمه صح هذا الراوتر هيو حطه برا الغيمه من تحت فيرجن 6 من فوق فيرجن 4. طيب بدي انا هل مع من ما اتخيل هون عندي 500 بي سي بده بيحكوا مع 500 بي سي بالطرف الثاني بدي اجي اكنفج الراوتر اللي هي هون بالنص اكنفج اسمع يا راوتر اللي بالنص اللي انت عامل نات 64 عندك بي سي 1 اي بي تو فيرجن 4 هيك واي بي تو فيرجن 6 هيك اللي اوكي بي سي 2 اي بي تو فيرجن 4 هيك فيرجن 6 هيك ممتاز بي سي 3 هيك وهيك بي سي 4 هيك وهيك 7 8 9 100 200 300 4 او شو شو الكونفيجريشن ناس 64 لما يكون عدد محدود من الشمال فيرجن 6 بحكي مع عدد محدود من اليمين فيرجن 4 لما يكون سيرفرات بحكي مع بعض تمام فهمت عليك اما مش دائما بيزبط دول ستاك ولا دائما بيزبط 64 ولا دائما بيزبط تاني بدك تشوف الكيس وتطبق الكيس السليم عليها طب الكيس هاي بيزبط عليها تنل فشو كان عدد الشبكات بفيرجن 6 للشمال بدهم يحكم عدد اجهزه عفوا عدد الاجهزه او حتى الشبكات فيرجن 6 على الشمال بده يحكم عدد هائل جدا من فيرجن 6 على اليمين بالتنل هون وبينهما بين هاي ار1 وار2 شبكات فيرجن 4 فهون بستخدم تن تمام هاي يعني اذا بدنا نشوف توزيعة الفيرجن 6 بالعالم او مثلا ببلاد بالعالم وصلين فوق ال 30% من استخدامهم فيرجن 6 بتلاقي في دول زينا مثلا الاردن عدد يعني تقريبا 1%. طب ليش يعني شو المشكله؟ المشكله الناس اللي شغالين هي اودي لكم اللينك الناس اللي الكواليفايد بيرسونز اللي الناس المؤهلين يشتغلوا فيرجن 4 يعني فيرجن 6 تقريبا عالم موصل 31% لكن لو فتحتوا اللينك بالاردن يعني مثلا 1% بعض الدول 2% في دول مصين 45%. طب شو السبب؟ هو الـ 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 الناس بتجنبوا يعني يشتغلوا فيرجن 6 لانه
بمنظومته حيجي يوم، رح يجي يوم يكون في تزاوج بالشبكات، رح يكون جزء من منظومة فيرجن 4 وجزء من منظومته فيرجن 6. فبالتالي تطبيق سيناريوهات تنل او ناس 64 او كل هاي بده يطبق، فمش بالسهوله يعني، مش ما بتلاقي واحد عادي بده يكفي هاي الشغلات، لازم يكون بده بتعمق وعامل كونفيجريشن وفاهم المواضيع تماما بالتفصيل. فراح اجيك يا زيد بالسؤال بسؤالك، فبده يكون من معيقات تطبيق الفيرجن 6 بروتوكول الكواليفايد انجينيرز يعني لتشغيل شبكات الفيرجن 6، لانه زي ما حكيت مش حاجه بكبسه اغير فيرجن 4 يعني بيوم وليله انتقل من فيرجن 4 لفيرجن 6 واريح حالي، راح يكون في عندي فترات انتقاليه وراح يكون جزء من منظومه فيرجن 4 وفيرجن 6، بدي انفذ هاي السيناريوهات. والنات ترى حلول مش حل، النات في مش النات عفوا التنل حلول مش حل، ففي ستاتيك وفي دايناميك وبوينت تو بوينت وملتي بوينت، يعني مش سهل موضوع تطبيق تنلز خصوصا يعني، فلازم يكون الناس بيشغلوا فيرجن 6 مؤهلين جيدا. تفضل يا زيد. الكونفيجريشن تبع التنل عادة يعني اربطها من الانترنت سيرفيس بروفايدر زي هيك، مش الا ما لهاش لا 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 منظومتي يعني، مش هي مش سيرفيس بروفايدر، تخيل منظومتك هاي منظومتك يعني الفيرجن 6 ادرس والفيرجن 6 ادرس وبينهم فيرجن 4، هي منظومتك مش موضوع مش غيم يعني يا جماعه، لما نحط الغيم بالرسمي لا تعني دائما سيرفيس بروفايدر، نحكي هنا يوجد شبكات كثير بغض النظر كيف موصله، لكن راح تمر باكيت ضمن شبكه فيرجن 4 بغض النظر شو الراوتراته وعددها واليه التوصيل، لكن هي منظومتي اوكي، فانا بدي اشتغل عليها، هاي اوتونوموس سيستم تاعتي، هاي يعني منظومتي نسميها اوتونوموس سيستم، منظومة هاي اوتونوموس سيستم تاعتنا، فهي الراوترات كلها هاي مسؤوليتي انا بشتغل عليها، وجوا الغيمة هاي راوترات وشبكات انا مكنفقها. الكونفيجريشن وين تعملها معناته على الراوترات؟ على يس على الراوترات، اذا التنل نعمل التنل بهاي الحالة بدي اعمل كونفيجريشن على ار1 وعلى ار2 للتنل، لانشئ تنل على ار1 وانشئ تنل على ار2، وقلنا التنل اشكال هاي مثلا بوينت تو بوينت مثلا ممكن تكون استاتيك يعني في مالتي بوينت وفي دايناميك، في كثار انواع التنلز كثار، بس بالنهايه شو ما كان النوع انا اللي بشتغل عليه انا بكفيه، وهون الصعوبه يعني ما بفاجي انا كادمن بهاي الشركه بقول بلا فيرجن 6 بلا هم خليها فيرجن 4 لما يجي وراي يطبل هذا الدرحان، فبتلاقي في هون المشكله انه يعني ليش مش شغال فيرجن 6 بكثير دول، الناس تبعد عنه تتجنبه. كان في التنل ولا لا بس هيك ارتفعنا؟ لا وين بدك تفوت سي سي ام بي. يعني ما راح لا 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 حتى بالانتفاع الكورسات الجديده جديده جديده يعني سي سي ام بي مثلا، انا اخذت هاي الموضوع بسي سي ام بي سكيورتي يعني، او مش رح يعني زمان اخذته بالسي سي ام بي سكيورتي الكورس القديم، اما مثلا كنت اشرحه بالسي سي ام بي سكيورتي، بمثلا سي سي ام بي العاديه لا ما بنركز فيه كثير بحكي الكورسات الماضيه، لكن هسه حاليا تغيرت المنهاج كامل بكل الكورسات بكل تراكس، ف يعني موضوع التنل موجود بالراوتنج والسويتشنج سي سي ام بي اللي صار اسمه انتربرايز كيس زمان الراوتنج والسويتشنج موجود، لكن حتى بمواضيع ثانيه متعلقه بشيء اسمه لسب ال اي اس بي، وموضوع يعني موضوع اوسع من موضوع مره ثانيه، موضوع التنل اوسع من انه فقط يستخدم فيرجن 4 وفيرجن 6، يستخدم كثير بكثير تطبيقات غير عن الموضوع اللي بنحكي فيه، فبشرح الموضوع التنل تحت مسمى اوفرلي نتورك اوفرلي، موضوع واسع جدا بالسي سي ام بي انتربرايز بنحكي فيه بالكور او بالادفانس او لمين اللي بالكور. اوكي تمام. نيجي لتكوينة الاي بي فيرجن 6. هاي بدخل بالحين ولا بدخل بالحين الساعه 10 بكمل المره الجايه، بكمل المره الجايه بدي اشرح بس بدي وقت يعني.
والله شوف مهندس، هي مش بس فقط بس الفكره انه هي نفس انه شوي عجقه، هي مش زي الفيرجن 4 يعني. طيب خلاص المره الجايه نبلش فيها دايركت.